العيش بسلام عنوان جمعة 40 مشترك من أصل 160 مشترك ليبدأوا خطواتهم الأولى في عالم تصميم الأزياء بمبادرة هي الأولى من نوعها في محافظة السويداء. مصمم الأزياء وسام حسن وبالتعاون مع منظمة GCI وبهدف محاربة التنمر وبمناسبة اليوم العالمي للعيش بسلام بدأوا دورات لتصميم أزياء مجانية لمدة 3 أشهر تقريباً في مقر الغرفة الفتية في السويداء مع اتباع كافة إجراءات الوقاية والسلامة. الهدف هو أول شيء نحن لنساعد أي محتاج حابب عنده موهبة أول شيء ليكون معنا ليحقق طموحاته في هذا المجال. طبعاً نحن بهي الظروف فصارت الدورات مكلفة جداً على الطالب، فنحن انطلقنا من هذا المبدأ هو نساعد الطالب المحتاج. نحن عم نسعى أنه يوصل مشروعنا لأهدافه بالأول هو العمل الإنساني، ورح يكون معنا نحن بالحفل النهائي رح يكون معنا متلازم الداون مرق معنا كثير مواهب كثير طاقات يعني، بس ما في حدا يوقف جنب هاي الطاقات، فنحن رح نكون الدعم الأساسي. طبعا احنا بهيك ظروف عم نحاول نوصل شيء بالأول وبالآخر هو إنساني بهي الظروف قد ما فينا نساعد العالم. حابين نعمل شيء حلو، حابين نطلع من هاي الحرب بالآخر نوصل شيء تنبسط فيه العالم يعني، ونحن بالأول وبالآخر يعني بدنا نساعد هاي العالم المحتاج. في ختام الدورة سيقام حفل كبير بتاريخ 1 أيلول لاختيار الفائز من قبل لجنة التحكيم تضم نجوم الدراما السورية، وسيشهد اليوم الختامي مشاركة فريق من متلازمة داون الذين سيعرضون الأزياء بهدف تشجيعهم ومحاربة التنمر. أما ريع الحفل فهو مخصص لدعم أطفال متلازمة داون.